ايه ولا انا مش قايله لك 1000 مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا واد؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده ويا عالم، يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بنت. تعالي يا بنت نوال، انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. اترسي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره، اللي ياكل على نفسه يبقى بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا؟ خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10600 جنيه، هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافة. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح؟ ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار، استنى عليا أنا هوريك. أنت نازل ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق. يا بابا شجع العربية يا شباب. بابا ما كترش كلامك، افتحي بس انت، ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام، خليك بعيد عشان انتك انت ما تكرمش. انت لازم تتربى ده. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتدي لك على ايه؟ ايه ده ايه ده؟ اي 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 تيمور 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 تيمور. تعالى هنا. لا كان معاه واحد قصير بس تعرف راح فين. ابو يا بابا. بابا انت تيمور؟ انا للاسف تيمور. يا بابا اخبار الخلانوسة ايه؟ من السفرة بس انا اعرف انها في اسكندرية وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش برا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ اه عامله ايه معاك يا لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش ايش يا ماما جايالك يا نوال؟ ايش 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 بره 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 ب
عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا، ده انت استحملت ضربه ما يستحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا انت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا، بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف هتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم، تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزع حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفى الله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريت بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي، بشاندي، بشاندي ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني. يا حبيبي يا ابني. انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم؟ ما تردش ملح علينا ليه؟ الله، ناويين تخللونا؟ يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي، معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. اقول لك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سياده المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجره. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر الاتموسفير، حب كله سحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين، ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجاله. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك، الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت، ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي، ما كذب. قلت له يا عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام، ما تنام وجواك جن، جن جواك. شوف تجسيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت، لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه.
ولو طلعته الخير جالك جالك والله. أول شيء طقم سنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي فاشم. قوم حضرتك عشان تنام. نعم والله هلكتني تتبهلل علي أنت يالكل. أقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك مدد. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبهنا يا امي لنبهنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع؟ أنا العفريت ساعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش حرامي. لا حرامي تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها لو دبت أم نوال يا حرامي؟ أنا مش سرقتش حاجة. لا لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا منوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. ده يا بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. زي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوه اسمع يا عم زفت انت اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا لفوا 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 يا حرام. انتي مصدقه يا ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العرق؟ شش خشي برجلك اليمين. خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الأرض احفظي بعينيكي من ورا يا هانم. هي فين؟ أنا مشتاقة مستنياكي جوه. اتفضلوا. آه ما شاء الله دي طايرة يا ولا. طايرة يا خالتي انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي ودني بجيبها. يلا اتكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني هرجع عليك الميه. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين هو في الحمام بيستحمى دلوقتي. خلوا منه الصابونه انت حته اخوك حته وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان.
بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه يا واد. بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته ما اشوف اخرتها. اخرتها عطينا عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوصل؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو؟ ايوه يا مدام سوكار. او احنا اللي نقوله نعيده؟ قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. اه يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس قهوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة ايه وسراب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، هتقطع الحته اللي من تحت الطريقه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا شغل. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلامه بالسلامه. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفت يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بنت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو وري العقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتاكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهية. أصل ده خواجة طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة ما تبقاش جامدة. أنا دلوقتي هجيب لك أصل الشغلانة، شغال معايا بقاله 35 سنة. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هما جايين ليه يا أختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعببي إيه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقد يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم. ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظره وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول. قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الساحن جوه.